السلام الله عليكم الإخوان أخوات، معكم عثمان برسيونا من جديد في موضوع جديد. خوتي خواتتي كما العادة نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. إخوان أخوات اللي كيشاهدونا لأول مرة، ما تنساوش تسجلوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. خوتي، هذا الفيديو ظهر الحق وزهق الباطل لأن واحد الجريدة إسبانية كتبت الحقيقة ديال ديك الشيء اللي ديك الحزب الأخضر، ما غاديش نقولوا الأسماء، اللي هزنا احنا الخمسة ديال اليوتيوبرز مغاربة اللي كنشاركوا مع الناس اللي كيتابعونا الأخبار ديال إسبانيا، وكنحاولوا نعاونوا الناس، يعني الناس اللي الفهم ديالهم بسيط شوية، يعني كنحاولوا نقدموا لهم المعلومة. وهاد الحزب يعني ساغل الصوره ديالنا وديك الفيديوهات اللي ماشي ساغلهم الاهداف ديالو ضد الحزب الحاكم. يعني هذا هو الشرح لهذا الشيء اللي قاموا به هاد الناس هادو. وكانوا عده يعني جرائد هنايا مهمه في اسبانيا، منهم البايز وجرائد اخرى، اللي قلبوا على الحقيقه وعطاونا الحق. ولكن هذه الجريدة هذه اللي هي الكونفيدنسيال يعني طرقت الموضوع يعني بالتفصيل، يعني برافو، يعني عجبوني هاد الناس هادو كيفاش شرحوا الموضوع. وبل أكثر من ذلك أنهم اتصلوا شخصيا باش يعرفوا الحقيقة. كين اللي كيبغي يوري الحقيقة، باش توري الحقيقة خصك أول حاجة تتصل بالمعنيين بالأمر، ثاني حاجه انك تبغي تبين الحقيقه، ماشي تبغي تبين داكشي اللي خصك انتينا الناس اللي كيتابعوك انتينا. اللي عملوا هذاك الحزب اللي استغل هاد الفيديوهات ديالنا، يعني بغاو يهزوا داكشي اللي بغاو هما واللي بغاو يوريوه للناس ديالهم، وحساب لهم بلي الامور غادي تبقى هكاك، بلي غادي حنا غادي نمروا مرور الكرام على هذا الموضوع هذا. ولكن حنا ما سكتناش، حنا التجأنا للقضاء واتصلوا بنا بزاف ديال الصحف. المهم اتصل بنا الاعلام الاسباني اللي بغى يعرف الحقيقه، واللي غادي نوريكم يعني هنا الناس اللي كيخدموا انهم يوريو الحقيقه، غادي نوريكم يعني كيفاش طرقوا للموضوع. خليكم معايا اخوتي وتشوفوا يعني طرقوا الموضوع بالتفصيل، وغير في التليفون تقريبا ساعد المكانه هما كيهضروا معايا باش يعرفوا الحقيقه الكامله، باش يوصلوا للناس الحقيقه الكامله، ماشي داكشي اللي تقال علينا باللي حنا باغين يعني نوصلوا او لا نعملوا افيكتو يا ماذا، يعني باش يجيو الناس هنا يتخلصوا الى غير ذلك. هما عارفين الموضوع وعارفين النيه ديال هاد الناس هادو، عليها بغاو يبحثوا، وهذا الشيء اللي نشروه هو الحقيقه الكامله، ونشروا فيديوهات ديالنا وبالخصوص ديالي انا الصراحه، لان انا اللي كنت مهاجم يعني في جميع المواقع، انا اللي الصوره ديالي كتبان الاولانيه عليها، اتصلوا بيا انا وانا شرحت لهم ديك الشيء اللي كاين، وحتى هما عندهم مترجمين ديالهم وعرفوا ديك الشيء اللي كاين، وهزوا فيديوهات انا غادي نوريهمكم اللي كيبينوا باللي حنا كنقولوا الحقيقه، حتى هما هزوهم اللي كنهضروا بالاسبانيه، منهم فيديو ديالي الاول، والاخ كريم والاخ ابو رزان اللي هضروا بالاسبانيه ووضحوا هاد الامور كامل، هزوهم ونزلوهم في هذا المقال هذا. كذلك نزلوا الاسماء ديالنا والقنوات ديالنا باش الناس يعني اللي بغى يعرف غادي يدخل وغادي يشوف داك الشيء. هاد الشيء هذا كامل. كذلك بالنسبه لي انا هزوا الفيديوهات اللي كندد يعني اشياء كنقوموا بها احنا الناس اللي ماشي مزيانه كندد بها، حتى هي هزوها ونزلوها في هذا باش الناس اللي بغاو يعرفوا الحقيقه غادي يشوفوها. المهم من هذا المنبر انا كنشكر هاد الصفحه هذه اللي كيشوفوها الاسبان والاسبان، لان الاسبان ماشي مي كنهضروا حنا على هذا الحزب هذا، ماشي كلشي الاسبان عنصريين، كاين واحد النسبه العنصريه كاين في جميع دول العالم، غير هنا يعني مستنا حنا يعني بطريقه مباشره، وحنا اللي هادشي هذا كامل اللي كنقوموا به غير كندافعوا على راسنا وكنبينوا الحقيقه للناس اللي بغاو يعرفوا الحقيقه، لا اقل ولا اكثر. خليكم معايا ونحاولوا يعني نشرحوا
او نوريكم هذا الشيء هذا اللي طرقت ليه هذه الجريده اللي هي الكونفيدنسيال، واللي من هنا يعني كنوجه لهم التحيه اي ليز دو لاس غراسياس ديزدي اكي. نبداو على بركه الله اخوتي الكونفيدنسيال فالي العنوان ديال هذا الموضوع هذا لوس يوتوبرز سينيالادوس بور بوكس نوس ان يامادو ترافيكانتي سولو بور ابلار عربي. يعني هذا الصحفي كان كيهضر معايا وانا كنت كنجاوبو. المهم الموضوع طويل وبالاسبانيه يعني غادي نحاول نترجمو من راسي شويه ونحاول نفهمكم الموضوع اللي كيقول اون غروبو دي يوتيوبرز دي اوريجين ماروكي ريسيدنتس ان اسبانيا ان دينونسيادو ال بارتيدو فيردي بور ان فيديو ان ال كي اوسان sus canales que forman parte de mafias de tráfico de personas, ¿vale? هنايا كيقول لك el video publicado el pasado 31 de mayo يعني بهذا الحزب هذا es que esto es muy muy largo يعني البدايه ديالو كانت من واحد السكرتاريو ديال الاعلام ديالهم اللي هو واحد السيد سميتو روبين سيكريتاريو دي كومونيكاسيون ديال هذا الحزب هذا الاندلسيه اي كرياتور ديال كليب يعني هو اللي عمل هذا الفيديو هذا اللي هزناه والى اخره وعمل ديك الفيديو هذاك اللي انتشر يعني تقريبا في جميع مواقعنا ديال اسبانيا وكانت صحف اللي نقلات ديك الشيء يعني اللي هذا وعملوا علينا يعني مقال. وانا قلت لكم بالخصوص دائما انا في المقدمه يعني حيت كنت لابس قندوره بيرو دابا هيدا ما يهزونيش. قلت لكم اخوتي يعني هاد برافو هاد الجريده هذه يعني انا قلت لكم اللي بحثت في الموضوع مزيان وقالت كل شيء وفي الاخر يعني انا خليكم هذا المقال هذا كامل يعني في صندوق الوصف انتم قراوه كامل وغتشوفوا لان فيه نقط جد مهمه اخوتي وعجبني كيفاش يعني عملوا بحال يقول لك عملوا شي بحث يعني جبدوا كل شيء اللي بغى يبين الحقيقه خصو يخدم بحال هكذا وهذه هي الخدمه هذه والنزاهه يعني في الخدمه هي هذه اخوتي. هنا كيقول لك تراس لو كانال سينيالادو سيستان اوتمان بارسيلونا كي سويو والخديجة بن عمار وابو مريم وكريم القصري وابو رازان هادو الناس اللي تساهمونا هما ونزلونا سينكو يوتيوبرز دي اوريجين مغربي يعني ان اسبانيا تريس دي ايوس تيني لا ناسيوناليداد اسبانيولا ديزدي هاسي انيوس اي لوس اوتروس دوس كوينتا كون تارجيتا دي ريسيدنسيا وفي القنوات ديالهم الغونوس يعني يكون مئات الالاف يعني المتابعين واللي كيعملوا هاد الناس هادو فقط تراوسين يعني كيشرحوا بالعربيه طول تيبو دي نوتيسياس يعني جميع انواع الاخبار كنشرحوها بالعربيه تماما. قال لك entre sus contenidos podemos encontrar desde un de una explicación sobre cómo conseguir la pegatina para coches. Esto lo he hecho yo. يعني ديك هذا ديال الطوموبيل اللي كانت تخرجات كيما كتشوفوا هاد الكونفيدنسيال اللي الاول بورتادا يعني عاملين الصور ديالي وهنايا العنوان عاملين لوس يوتيوبرز سينيالادوس بور البارتيدو دي بوكس nos han llamado traficantes solo por hablar en árabe يعني هذه هي الحقيقه والمصلحه ديالهم الصافي. un grupo de youtubers de origen marroquí residentes en España han denunciado el Partido Verde por un video en el que usan sus canales يعني asegurando que forman parte de mafias de tráfico de personas وهنا المقال طويل اخوتي انا نخليكم قراوه وصافي. المهم غادي نحاول غير هذا هنا قال لك تراس لو كاناري سينيالادوس استان يعني عثمان برشلونه اللي هو انا عثمان الحداد وزميله خديجه عمار وابو مريم وكريم القصري وابو رزان يعني سينكو يوتيوبرز دي اوريجين مغربي ابير
Tres de ellos tienen nacionalidad española desde hace años y los otros dos cuentan con tarjeta de residencia. وهنا يعني كاين هذا كيهضر على ديك الفيديو على هذا الرينتا وهذا. وهنا يعني كان حوار معايا مع هذا الصحفي اللي عاودت له الحقيقة اللي كاينه كامل. وهنا كيشرح وكيقول لك الحداد عثمان تيني 43 سانيو سيفا ديز دي لانيو 1994 ماتارو برشلونة y detalla sorprendido la تماما. يعني انا كنت تفاجأت الصراحة، تفاجأت بزاف. وهنا كيسقسيوني وانا نقول لا verdad que ha sido muy duro y en mi video como mis compañeros solo explicaba los detalles de las medidas en el video y وزعما وتفاجئنا يعني خصوصا انا اللي كنت في المقدمه يعني كانوا مئات يعني ديال الشتائم وهذا والكلام الخاوي الى اخره. وخصوصا يعني ولادي اللي كما سبق وقلت لكم هذا الشيء هذا في الفيديو. وهنايا هنا منزلين ما عندي ما يسالوا منزلين الفيديو الاول ديالي اللي هو هذا اللي فقط يعني كنت كنشرح. Antes de todo, انتم os quiero pedir por favor que compartáis mucho este video. حتى هو هزوه كنهضر بالاسبانيه يعني ما عندك ما تسالو بصراحه. وهنايا الفيديو د كريم اللي حتى هو كان غير كيشرح حتى هو نزلو هنايا باش اللي بغى يعرف الحقيقه. وابو رزان كذلك حتى هو No se trata de un mero efecto llamada, es un efecto صحيفة llamada. هزت هذا الفيديو كذلك. وهنا لأن هذا الشيء طويل. هنا اللي مزيان عجبني فيهم ها هما الناس من أوتراس ناسيوناليداديس، ها هما هادو من دول أخرى حتى هما كيهضروا على هذا الشيء هذا. كذلك هذا محامي إسبانيا ثم كتشوفوا 10 كلافيس إنجريسو مينيمو فيتال، حتى هو كيشرح هذا الموضوع. هذا كذلك يعني قالوا بلي الناس هنا وهنا هذا هنا عجبوني في هذه القضيه هذه مزيان. ولان ما نقدرش نقرا عليكم هادشي هذا طويل بركي سينو الفيديو غادي يجي طويل وطويل بزاف. هنا قال لك شوف هذا السيد هذا يعني اللي كيتهموا بهذا الشيء هذا والى اخره، ها هو عامل فيديو يعني كيندد بهذا الشيء هذا اللي كيقولوا اللي كيقوموا به الناس ديالو يعني من المغرب، الناس اللي كيسرقوا هذا حتى هو كيهضر عليهم. يعني علاش مثلا هاد الفيديوز بحال هادو ما كيبينوهمش؟ كذلك كاين فيديوهات اخرين اللي كنهضر فيهم على هاد الشيء هذا. واش فهمتوا اخوتي؟ يعني كل شيء زعما ما عندي ما يتسالوا هاد الصحفي ولا هاد الصفحه او الجريده، يعني كل شيء هنا مشروح يعني بالتفصيل. وكما قلت لكم اخوتي يعني كما كان يعني المزيان والعيان كاين في اي مكان. وهذا دليل بلي هما كاين ناس مزيانين خوتي كما تبعتوا معايا. هاد الناس هادو بغاو يعرفوا الحقيقه وتوصلوا للحقيقه. اتصلوا بنا حنا كمعنيين بالامر، شرحت لهم داكشي كامل اخوتي. هنا يعني باغي نوجه واحد الرساله للناس، مثلا ملي كتنوض امور بحال هذه كيبداو يهضروا على العنصريه او كيبقاو يجمعوا الناس كاملين عنصريين. لا اخوتي، كاينه العنصريه يعني بجميع دول العالم، في المغرب ديالنا كذلك كاين العنصريه غير مع بعضنا، وفي اي مكان كاين العيان وكاين المزيان اخوتي. هنا كاين عندنا اصدقاء اسبان وناس كنعرفوهم بزاف اسبان طوبة السكر، يعني الناس كاين الناس واعيه، الناس ماشي كلشي هيدا، كاين واحد الفئه قليله. ودابا بحال هاد الناس هادو كيلعبوا باش يربحوا اصوات، هذا كيقلبوا على مسائل بحال هذه. وكاين الناس يعني بزاف يعني نسبه كبيره وكبيره بزاف ضد هذه الامور هذه، وهما كيبينوا وهذا الشيء هذا بالتفصيل. يعني داكشي اللي كنفكروا فيه حنا نزلوه هما في الصفحه، يعني بينوا باللي ماشي غير حنا هضرنا على هذا الشيء هذا، بينوا اسبان، بينوا ناس يعني من جنسيات اخرى، هاد بينوا الامور الايجابيه اللي كنقوموا بها هي تا امور اخرى ايجابيه. ولكن من تهمونا بدك اننا يعني تجار في البشر الى اخره، يعني بالنسبه لهم يعني شيء سلبي. بينوا هاد الناس هذا باللي هو ايجابي، يعني حنا كنطرقوا جميع المواضيع كنشرحوها وكنقدموها للناس اللي كيتابعونا فقط. هادشي اللي كاين اخوتي.
من هذا المنبر كنعاود نشكر الصحفي اللي اتصل بيا وهاد الجريده. هادشي ما كاين اخوتي، تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.